صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح. النهارده الاحد 21 يونيو 2020. طبعا النهارده رسميا بيعتبر بدايه فصل الصيف. طبعا كلنا حاسين الحقيقه ببدايه اختلاف وحراره في الجو واضحه، وكمان النهارده بالنسبه لنا في يعني حدث مهم جدا بالنسبه للطلاب واولياء الامور. النهارده امتحانات الثانويه العامه، حوالي 650 الف طالب على مستوى الجمهورية بيؤدوا الامتحانات في مختلف اللجان، بيصاحبهم إجراءات احترازية الحقيقة مشددة جدا للحرص على صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمة الحالية والمخاوف من انتشار فيروس كورونا. طبعا الطلاب هيبتدوا دخول اللجان في مدة حوالي ساعة قبل ما يبتدوا يؤدوا الامتحانات، هتكون لإجراءات التعقيم، الفحص أو قياس درجة الحرارة، هيتم تسليمهم أيضا الكمامات وهيتم أيضا تسليمهم القفازات وما إلى ذلك للضمان أنه يكون في سلامة وأمان تام في تأدية الامتحانات. طبعا مع إجراءات كتير جدا هيتم توفيرها، تباعد في اللجان وحرص وتشديد على عدم التجمعات زي ما كان الطلاب بيبقوا متعودين في تأدية الامتحانات في الظروف اللي زي دي. لكن الحقيقة النهاردة في إجراءات مشددة جدا، وفي كمان مراعاة لظروف الطلاب السنة دي. طبعا وزير التربية والتعليم أعلن أنه المواد اللي لا تضاف للمجموع هيتم تأدية امتحانها في المنزل، وهيتم يعني تسلم بوكلت هيتم فيه الإجابات وتسليمه مرة أخرى. ده بالنسبة للمواد اللي لا تضاف للمجموع. كمان مستوى الأسئلة والامتحانات هتكون إلى حد كبير بتراعي الظروف اللي احنا مرينا بيها، وتوقف الدراسة الحقيقة يمكن من 15 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وبسبب طبعا الحرص على تقليل الإصابات بداية من هذه الفترة. احنا طبعا على شاشة ميل الأخبار هنكون متابعين معاكم وفي هذا الصباح من لجان مختلفة على مستوى الجمهورية لتأدية امتحانات الثانوية العامة النهاردة للطلاب، وبنتمنى لهم كل التوفيق وكل السلامة والأمان في هذه الامتحانات وهذا الحدث طبعا الهام ليهم ولكل أولياء الأمور. هنبقى معاكم وهنقدم كمان عدد من النصايح النفسية والنصايح التعليمية ليهم. احنا معاكم بداية من النهاردة ولغاية انتهاء الامتحانات طبعا 21 يوليو القادم، بنحاول نقدم عدد من النصائح المختلفة للطلاب وأولياء الأمور، وكمان بنحاول نرصد اللجان، الإجراءات الاحترازية، الأجواء المحيطة بالامتحانات، وأيضا الأجواء العامة لدى الطلاب. كل ده هيكون معاكم في هذا الصباح وطوال اليوم على شاشة النيل الأخبار. خليكم معانا، بروح لفاصل رياضي في بداية حلقتنا النهاردة، وبعدها بنرجع نبتدي أول فقراتنا وأخبار وتقارير متنوعة. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هوريكم بعض التمارين للرقبه. ناس كتير في شغلها او في دراستها بتقعد كتير اعداد غلط او بتخلي رقبتها بالشكل ده، فعاده بتلاقي هنا العضلات اللي قدام الرقبه قصيره والعضلات الخلفيه دي طويله، فده يخلي رقبتك عامله كده. بعد فتره يبدا يجي لك الام في العمود الفقري والام في الرقبه. ازاي نتفادى الموضوع ده؟ النهارده هنتكلم عن اهم اربع تمارين تقدر تعملهم هتساعدك ان انت تتفادى المشكله دي. اول تمرين ان احنا نبدا نقوي عضلات الرقبه الخلفيه من هنا بالشكل ده. ببدا ان انا ازق بدماغي ايدي لورا واقفل عضلات ظهري من فوق، واخلي كوعي مش قدام كده، اخلي كوعي لورا بالشكل ده. تاني تمرين معانا هنسترتش العضلات دي، هخلي ايدي الاثنين كده وابدا ان انا ارجع برقبتي بالشكل ده 10 ثواني وبرجع تاني، وارجع تاني 10 ثواني. تالت تمرين معانا
ببدأ إن أنا استرتش العضلات الجانبية من هنا بالشكل ده. بعد كده بغير. بعد كده ببدأ إن أنا استرتش عضلات التشست أو الصدر بالشكل ده، أخلي إيدي لورا وأبدأ إن أنا أقفل ظهري لورا بالشكل ده. ممكن أعملها من وضع ثبات كده، ممكن أعملها من وضع حركة بالشكل ده. التمارين دي ممكن أتمرنها وأنا قاعد أو وأنا بذاكر أو وأنا في الشغل، في أي مكان ممكن أتمرنها. ممكن أتمرنها من 3 لـ4 مجموعات، من 10 لـ15 عدة يوميا. التمرين دي هتساعدك ان انت تقوي عضلات الابر باك او عضلات الظهر وعضلات الرقبة، فبالتالي مش هتواجه اي مشكلة في العمود الفقري او الام الرقبة. تابعوني في الحلقات اللي جاية هشرح لكم بعض التمارين المهمة اللي تساعدكم ان انتوا تقوي عضلاتكم كلها. شكرا. تانية مشاهدينا، وبعد ما تابعنا مع حضراتكم مجموعة من التمارين الرياضية بنبتدي بيها صباح نشيط النهاردة، خلينا نتعرف معاكم على جولة ومجموعة من الأخبار المتنوعة، وبنبتديها طبعا بالحدث الأبرز اللي بتتأهب ليه الدولة كلها وهو امتحانات الثانوية العامة. بيؤدي اليوم 651 ألف طالب في الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة العربية في 56,500 لجنة فرعية، وده طبعا وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكدت الوزارة توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم اللجنة، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة. طبعا زي ما احنا تابعنا بوابات التعقيم، مواد التعقيم وتوفير المسافات الامنه للطلاب لتوفير طبعا التباعد. هنسيب الثانويه العامه شويه ونرجع لها تاني معاكم بعد مجموعه مختلفه من الاخبار. بنتكلم عن التوعيه ضد فيروس كورونا. اطلقت الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي منصه التواصل التفاعلي للتواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة، وده بالإضافة إلى تقديم مسابقة عبر هذه المنصة التفاعلية للتوعية من تفشي فيروس كورونا. خلينا نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. شارك، أول منصة للتواصل التفاعلي لوزارة التضامن الاجتماعي دشنتها وزيرة التضامن، وأبرز ما استهدفته المبادرة سرعة التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج والأنشطة الخاصة بالوزارة عبر الهاتف المحمول لحمايتهم من فيروس كورونا. التواصل التفاعلي هي شكل من أشكال الجديدة التي تسعى فيها وزارة التضامن الاجتماعي في ميكنة خدماتها وفي ميكنة الوزارة بشكل عام، بدءا من برنامج التكافل وكرامة في الحصول على قواعد بيانات حقيقية في الرصد المجتمعي الوقتي. الوقتي يعني ما يكون في ظاهرة نقدر نرصدها حالا وفورا في الإبلاغ عن بعض الأطفال المفقودة أو الإبلاغ عن أطفال مواطنين بلا مأوى في الشارع. أعتقد أن دي هتفتح لنا يعني براح كبير. هي فقط وسيلة، ولكن كيفية توظيف هذه الوسيلة من أجل قضايانا تلك هي المشكلة، فعلينا مسؤولية كبيرة. المنصة تسعى إلى زيادة وعي المواطنين وتوعية الأسر المستفيدة من برامج الدعم بشأن خطورة فيروس كورونا، ذلك الوباء الذي بات يهدد البشرية. الوزارة بتطلع منحة مالية لفئة من المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بتتواصل معهم
تبدأي أول حاجة تقولي لهم روحوا استلموا المنحة من المكان الفلاني في التوقيت الفلاني. الحتة دي لوحدها مهمة جدا علشان أقضي أن الناس تتزاحم على منفذ واحد في وقت واحد، لا أنا بوزعهم على المنافذ مختلفة بشكل متوسط، وبحدد حتى التوقيت اللي هم بيروحوا يستلموا فيه المنحة دي. وبعد ما بيستلموا بتواصل معاهم، وبعد ما بيستلموا بتواصل معهم أطمن أن هم استلموا. هذه المنصة توفر إمكانات كبيرة فيما يتعلق بتعزيز التغيير السلوكي وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لدعم حقوق كافة المواطنين في مصر. وهذا النظام يعد أحد الإنجازات التي تبذلها الحكومة المصرية في تحقيق المزيد من العدالة والمساواة. إذن هي منصة للتواصل التفاعلي تعتمد على الرسائل القصيرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، والتي تصل إلى 3.5 مليون أسرة، في خطوة جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول الرقمي من أجل حياة كريمة دون معاناة والوصول لأفضل الخدمات الحكومية. طيب بنروح معاكم للغردقة وطبعا أو شرم الشيخ. طبعا احنا عارفين انه وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني كان بيتفقد الحقيقة عدد من الفنادق والأماكن السياحية سواء في الغردقة أو شرم الشيخ على مدار اليومين الماضيين ده للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال السياحة الخارجية في الفترة القادمة إن شاء الله. تفقد دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أحد مراكز الغوص في مدينة شرم الشيخ وتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطهير المعدات اللازمة للغوص أيضا اللي بيستخدمها السائحين والتأكد من يعني صحتها أو سلامتها للاستخدام. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن هذه الجولة وآخر الاستعدادات لاستقبال السياحة الخارجية من خلال التقرير التالي. بعد التأكد من تقييمها وتطهيرها ارتدى وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني أدوات الغوص أمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية في رسالة تؤكد سلامة الإجراءات الوقائية الملزمة لكل المنشآت الفندقية. احنا في واحدة من أحلى بقاع العالم بالنسبة للغوص، وسواحل شرم الشيخ طبعا من أشهر الريزورتات المعروفة في مصر، والإجراءات دي تمت مع غرفة الغوص والرياضات البحرية. والحقيقة الغرفة مع الوزارة عملوا على مدار أكتر من شهر ليوضعوا إجراءات مظبوطة ومتواكبة مع الإجراءات العالمية. رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أكد أن هناك متابعة مستمرة لجميع مراكز الغوص للاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط لحماية السائحين. كوفيد 19 بيتنقل أوكي من خلال الهواء، وإن بالذات سياحة الغوص فيها التنفس سواء للغوص السطحي بالماسك والسنوركل أو بمنظم الهواء، فده يستلزم إجراءات وقائية في التعقيم وفي التطهير وفي التعامل مع الهواء المضغوط أو الهواء العادي والتباعد الاجتماعي وتنظيف مسطحات الموجودة على المراكب أو في مراكز الغوص أو مراكز الأنشطة البحرية نفسها. إحنا في شرم الشيخ مفيش أعداد الإصابة كانت قليلة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت احنا بنتبع كل التعليمات اللي مطلوبة من وزارة السياحة ووزارة السياحة من تعقيم عدة، من تعامل مع جاست، من اجراءات لسلامتهم وامنهم، فمش محتاجين ان هم يخافوا من اي حاجة، يطمنوا احنا موجودين علشان نحافظ عليهم. كانت غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية شددت بضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات للاجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا المستجد. مراكز الغوص من اهم الاماكن التي يلجأ اليها السائحون، لذا تأتي هذه الزيارة للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية السائحين. من شرم الشيخ محمد الخطيب، النيل. طيب بنروح معاكم لجولة في توفر الخضر والفاكهة في الأسواق، تحديدا سوق العبور وأيضا الأسعار المختلفة في هذا المكان. شهد سوق العبور استقرار في أسعار المنتجات الغذائية والخضر والفاكهة وزيادة في الكميات المعروضة في المحال التجارية بمختلف أنواعها وأصنافها، طبعا بما يلبي احتياجات المواطنين مش بس هنا في القاهرة لكن في مختلف المحافظات. وبيقوم الجهاز التنفيذي لسوق العبور اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية طبعا من انتشار فيروس كورونا. خلينا نتعرف بتفصيل وناخد جولة مع أسعار الخضر والفاكهة من خلال التقرير اللي جاي.
حركة تجارية تستمر على مدار 24 ساعة داخل سوق العبور، حيث يتوافد عليه العشرات من التجار ما بين محاصيل زراعية وفاكهة وأسماك من مختلف المحافظات ليورد أجود المنتجات بمختلف أصنافها وبكميات كبيرة. الفترة اللي احنا فيها دي جميع المعروض كتير، ولو لقينا الأسعار هنلاقي جميع الأصناف من جنيه ونص لاتنين جنيه ونص عدا حاجتين، البامية لأن هي بشاير فب 12 جنيه، والليمون نظرا للمطلوب الطلب العرض عليه حاليا كتير قوي في 8 جنيه ب 10 جنيه كيلو، ده موجود في السوق. ومع هذه الحركة التجارية للسوق استقرت أسعار السلع للخضر والفاكهة والتي تخضع للعرض والطلب المتزايد من جانب المواطنين ووفقا لموسم الفاكهة. جميع الأسعار على مسؤوليتي وعلى مسؤولية أي تاجر في سوق العبور مش زايدة عن 2 جنيه ل 3 جنيه ل 4 جنيه بما فيهم الطماطم اللي هي كل سنة زي دلوقتي في العام من كل عام بتوصل القفص 150، النهاردة القفص ب 40 جنيه ب 45 ب 50، البطاطس جنيه ونص 175. بالنسبة للموز في موز صيفي بيبتدي من 4 لغاية 7 جنيه، في موز فلاحي وده أحسن جودة شوية بيبتدي من 8 ل 10 جنيه. بالنسبة للبرقوق وأسعاره، البرقوق الياباني اللي هو الأصفر من 11 ل 13 جنيه. البضاعة المعروضة يعني الحمد لله إنها متوفرة وبكثرة، بس هي يعني القصة كلها في غلو المصاريف النقل وكده، هي تبقى عائق شوية، فبرضه إحنا بنحاول نتغلب عليها شوية بانخفاض الأسعار، بإن إحنا بنسيطر على الأسعار شوية كده. سوق العبور استطاع بالكميات المعروضة من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية والفاكهة وبجودتها العالية تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات بالمقارنة بمثيلتها في الأسواق والتي لم تتأثر في ظل أزمة كورونا، ليكون سوق العبور البوابة الرئيسية للسلع الغذائية في مصر. أحمد ممدوح، النيل. هي توفر السلع بشكل كبير يعني هو أساس وهم كبير عند الحكومة في الفترة اللي فاتت، وبتعمل عليه في أكتر من مكان وفي أكتر من اتجاه، ودايما الأجهزة المسؤولة بتطمئن على هذا الأمر، توفر السلع المختلفة وبكثرة للمواطنين وأيضا بأسعار مناسبة وحالة من ضبط الأسعار في الأسواق. خلينا نروح معكم لجولة خارجية في عدد من الأخبار والأحداث في دول العالم المختلفة. بنروح للعراق، وبدأت السلطات العراقية إنشاء مستشفيات ميدانية في العاصمة بغداد بعد طبعا تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل يفوق القدرات الطبية لمستشفيات القطاع الصحي للبلاد. خلينا كمان نتعرف على الأحوال وفي العراق وإزاي بيواجهوا انتشار الفيروس وفكرة المستشفيات الميدانية، كل ده في التقرير اللي جاي. مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، يتواصل العمل لإنشاء مستشفى ميداني يسع 500 سرير في مقر معرض بغداد الدولي. وأقيمت مستشفيات ميدانية جديدة لعلاج مرضى الفيروس مع وصول المستشفيات إلى كامل استيعابها، لكن العاملين في القطاع الصحي يخشون أن الأسوأ لم يأتي بعد. وتعمل وزارة الصحة والتجارة بالتعاون مع مؤسسات خيرية على إنشاء مستشفيات مؤقتة في جميع أنحاء العاصمة للمساعدة في زيادة القدرة الطبية للمؤسسات الصحية ببغداد. التعاون مع وزارة التجارة ووزارة الصحة مشكورين بإنشاء مستشفى ميداني بسعة 500 سرير بواقع 100 سرير للنساء و400 سرير للرجال لإسناد النظام الصحي في ظل تفشي وباء كورونا، وهناك خطط مستقبلية إن شاء الله لزيادة عدد الأسرة وإنشاء مستشفيات ميدانية أخرى. واتخذ العراق إجراءات صارمة لكبح تفشي الفيروس بما فيها إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمقاهي والنوادي والتجمعات العامة والحدود. ووفقا لوزارة الصحة، سجل العراق حتى الآن أكثر من 29 ألف حالة إصابة بكوفيد 19، ذلك المرض الذي يسبب فيروس كورونا، و 1013 حالة وفاة. ومع ذلك يعتقد أن عدد الإصابات أعلى بكثير نظرا إلى أن العديد من الأشخاص لم يتم فحصهم، وتشير دراسات إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس دون شعور بالإعياء. هي
أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم يعني أظهرت عند الناس تفاعل بشكل يعني مبتكر أو يمكن مختلف، ولجأوا لوسائل أخرى مثلا للنقل للتغلب على الزحام وتجنب الوجود في الأماكن المزدحمة منعا طبعا لانتشار المرض. تحديدا بنروح لباريس العاصمة الفرنسية، بدأت الدراجات الهوائية الكهربائية بملء ممرات الدراجات، ده طبعا في الوقت اللي بيقوم فيه العديد من المشاة اللي بيشعروا بالقلق من استقلال مترو الأنفاق بالعودة إلى استخدام الدراجات في فترة ما بعد الإغلاق بسبب طبعا المخاوف من انتشار فيروس كورونا. ولاحظ العاملون في أحد متاجر الدراجات الكهربائية زيادة أيضا في المبيعات من منتصف أبريل الماضي، وتضاعفت الأرقام أو زادت 3 مرات بالمقارنة بالمعتاد في شهر مايو، خاصة مع قيام مجلس مدينة باريس بتوصية سكان المدينة على ركوب الدراجات وتفضيلها عن مترو الأنفاق. ده طبعا أسفر عن زيادة في وجود الدراجات الكهربائية في باريس. وعرضت باريس تقديم دعم حكومي بيصل إلى 400 يورو للسكان الذين يرغبون في شراء دراجة كهربائية. طبعا التنقل بالدراجات الهوائية هو وسيلة يعني صحية آمنة رياضية أيضا، بتوفر الصحة والنشاط داخل المختلف المدن حول العالم، وفي الحقيقة بيكون اتجاه كبير في دول العالم المختلفة للاعتماد عليها لممارسة الرياضة في هذه الفترة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهي الحقيقة مش بس بتعاني من انتشار فيروس كورونا وعدد كبير من الإصابات زي ما احنا متابعين، لا كمان بتعاني من مظاهرات واضطرابات واحتجاجات في الفترة الأخيرة، وصلت لأعمال يمكن تخريبية ونهب وسرقة وما إلى ذلك. بيبعث منظر المتاجر المغلقة في مدينة نيويورك الأمريكية على الكآبة بعد قيام السارقين اللي اخترقوا وتسللوا إلى المسيرات التي أقيمت ضد العنصرية في أكثر الأحياء رقيا بأعمال نهب وسرقة وتخريب. ولذلك قامت الفنانة سونو كو وياما بقيادة جهود لجيش صغير من الفنانين أيضا لتحويل هذه المتاجر إلى لوح زيتية بتعبر عن الأمل باستخدام فرش الدهان. والفنانة كو وياما بتعرف بتركيبتها الفنية التي تتضمن الرسم والنحت واستخدام الفيديو، وأعربت عن شعور الجميع بالإحباط عند السير ورؤية كل هذه الفوضى والتدمير والذي نتج عن قيام سارقين ببث الاضطرابات في المظاهرات السلمية التي أعقبت مقتل جورج فلويد في 25 مايو خلال اعتقاله من قبل شرطة مينيابوليس. وأشارت الفنانة إلى رغبتها في المشاركة بأفضل وسيلة عبر فنها، وقامت بالمرور على ملاك المتاجر المغلقة في حيها بمنهاتن وطلبت إذن منهم للرسم على حوائط المتاجر الخارجية، ثم قامت بجمع فريق من الفنانين المحليين والذين عبروا عن حماسهم للخروج من العزل المنزلي الذي استمر 4 أشهر وخلق إبداعات فنية باستخدام أدواتهم الخاصة. دايما الفن الحقيقة بيكون ليه طريقة خاصة في التخفيف من حدة المشاكل أو الكوارث أو الأزمات، وبيلجأ ليه الفنانين وبيظهروا جدا في هذه الأوقات، وبيكون ليهم الحقيقة دور مهم جدا في المجتمع. كمان بنروح للفلبين، استوحى فنان المكياج الصناعي الفلبيني ريني أبيلاردو من عمله في إبداع أعمال كالأشباح والوحوش التي يصادفها عادة لدرء الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بأسلوب الخاص. بينحدر أبيلاردو الذي يبلغ من العمر 50 عام من عائلة من الرسامين والنحاتين، وكان بيعمل في أعمال إنتاجية ضخمة بصناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية كفنان مكياج صناعي منذ أن كان في 17 من عمره. وعندما تفشى فيروس كورونا توقف العمل سريعا، ولكن لقتل الملل قام أبيلاردو بصناعة
بصنع كمامة صناعية مستلهمة من أحد أفلام الرعب لاستخدامه الشخصي، وقامت ابنته بتصويره وهو يرتدي هذه الكمامة، وإنزال الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حازت طبعا كثير من الإعجاب سريعا. من هذه اللحظة أدرك أبيلاردو أن بمقدور الاستفادة من موهبته في الوقت الذي أصبحت فيه كمامات الوجه صيحة الموضة الجديدة، ودعا بعض الأصدقاء لمساعدته في هذا المشروع. وباع أبيلاردو حوالي 10 من الكمامات المصنوعة يدويا عبر الإنترنت من مايو الماضي، وتلقى أيضا مئات الطلبات من أنحاء البلاد. طيب احنا كده وصلنا معاكم لمحطة الأخبار الرياضية في هذا الصباح النهاردة، خلينا نروح نتعرف على آخر الأخبار الرياضية في مصر والعالم، ونرجع بعدها مرة ثانية نستكمل فقرات هذا الصباح، خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه بنكمل معاكم مجموعة من الأخبار حول العالم، مجموعة من الأخبار الطريفة والمتنوعة. قامت فرق الإنقاذ بتحرير حوتين بعد أن علق في شباك لصيد أسماك القرش بالقرب من مدينة جولد كوست في شرق أستراليا على المحيط الهادئ، وأظهرت صور الملتقطة من الجو أوضاع جوية عاصفة وأمواج متلاطمة في الوقت اللي تم تحرير الحوت، وما يعتقد بأنه صغير الحوت أيضا. من جانب فريق عالم البحار وإدارة مصايد الأسماك، وده كان الحقيقة في عملية إنقاذ استغرقت حوالي ساعة. يعني طبعا دول العالم ابتدت تتجه إلى عودة الأنشطة مرة أخرى تدريجيا، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى. عدد كبير من المقاصد السياحية وأماكن الزيارة المختلفة ابتدت تفتح أبوابها تدريجيا للزائرين حول العالم. في إندونيسيا أعادت حديقة الحيوانات فتح أبوابها أمام الزائرين بعد إغلاق استمر 3 شهور، تطبيقا طبعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. خلينا نتابع تفاصيل أكثر معانا في التقرير اللي جاي. بعد إغلاق استغرق 3 أشهر تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، أعادت حديقة الحيوانات في إندونيسيا فتح أبوابها أمام الزائرين، على الرغم من تكبد البلاد لضحايا في الأرواح بسبب الفيروس تعد به الأعلى من نوعها على مستوى شرق آسيا بخلاف الصين. رحبت حديقة راجونان للحيوانات في جنوب العاصمة جاكرتا بالزائرين وسط إجراءات احترازية شملت إلزام المترددين بمساحة تباعد اجتماعي وغسيل الأيدي وحجز تذاكر الدخول عبر الإنترنت. خلال اليوم الأول من افتتاح الحديقة أحصينا زيارة 140 شخصا حتى 9 صباحا. قمنا بتحديد عدد الزائرين لاقتصار أعدادهم على 1000 شخص في اليوم، واشترطنا ارتداء الكمامات، ولم نسمح للسيدات الحوامل بالدخول ولا الأطفال حتى سن 9 ومن بلغ 60 عاما فأكثر. عبر الزائرون لحديقة الحيوان عن شعورهم بالأمان الصحي عبر إجراءات السلامة التي يطبقها العاملون في الحديقة مقارنة بأي مراكز تجارية من الممكن أن يزوروها. افتقدت زيارة حديقة الحيوانات، يجب توفير الغذاء الكافي للحيوانات، ولا يمكن أن يتم ذلك إذا لم يكن هناك دخل مادي من الزيارات، لذا أود أن أشجع الزائرين على الحضور حتى لو لم يكن عددهم كبيرا. باستئناف العمل في حديقة الحيوان بإندونيسيا، عادت الحياة إلى طبيعتها بعد 90 يوما من الإغلاق، واشتياق محب الحيوانات لأسابيع طويلة لرؤيتها عن قرب. Thank you.
طيب أخيرا نتعرف معكم على بعض النصائح الصحية يعني لمواجهة الحر في هذه الفترة. نصحت أحدث الأبحاث الطبية الأمريكية بضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم حتى أثناء وجود الشخص داخل المنزل هذا الصيف طبعا في ظل توالي ارتفاع درجات الحرارة، وده بيكون بالحصول على السوائل من خلال الطعام والمشروبات اللي بيتناولها. بتنصح الدراسة الحالية بأهمية بدء اليوم بتناول كوب من الماء الدافئ مضاف إليه قطرات من الليمون والقليل من أيضا القرفة. وأكد الباحثون أن استهلاك أكثر من 500 ملي من الماء مرة واحدة في الصباح قد لا يسهم بصورة فعالة في الحفاظ على ترطيب الجسم، بل يجب تناول الماء على فترات متفاوتة على مدار النهار. وأيضا بيساهم تناول خل التفاح في كوب ماء فاتر قبل وجبة الغداء في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي والحفاظ على مستويات الترطيب في الجسم. وأيضا بيعمل تناول الماء المضاف إليه أوراق النعناع أو الريحان أو الحمضيات بيعمل على المساهمة في ترطيب الجسم، فضلا عن تناول اللبن في وجبتي الغداء والعشاء. وشدد الباحثون في ختام دراستهم على أن الماء الصافي هو الخيار الأفضل والأكثر فاعلية في ضمان مستويات ترطيب أعلى في الجسم. طيب بكده بكون خلصت أخبارنا المتنوعة في هذا الصباح.